مساء الخير على كل متابعي اليوم السابع. احنا معاكم الان من مدينة بنها بمحافظة القليوبية، طبعا مع عم سعيد، يعني صاحب اشهر عربية في بنها هنا لتصنيع وبيع العسلية، طبعا بحب الناس ليه ويعني عشقهم للعسلية طبعا بتاعته، اللي سافرت اكتر من 5 دول بره مصر، كانت الاهالي بتطلبها منه مخصوص يعملها لهم عشان ياخدوها بره مصر، سافرت ايطاليا، امريكا، السعودية، العراق وغيرها كتير من الدول، وطبعا مطلوب بالاسم، بيطلب بالاسم هنا في مدينة بنها، وبيجيله الناس مخصوص لطلب العسلية بتاعته. احنا معاه دلوقتي هنستعرض يعني مشواره في صنع العسلية وسر حب الناس الكبير ده له خلال الفترات السابقة وحتى الان. يعني احنا هنبقى معاكم دكتور عم سعيد، هيحكي لنا تفاصيل هذه المسيرة. اهلا بحضرتك. انا كم سعيد؟ لا صورة معاك يا اخي. ايه بقى سر حب الناس للعسلية بتاعتك بقى؟ من عند الله. من عند الله. اللي ربنا بيحمي بيحمي فيه اخواني. تمام. ايه يا حبيبي؟ يعني دلوقتي احنا لسه معاكم مع من عند ربنا. لاني بدي اصنع حقها. دوت لفت 5 دول. ها؟ لفت جميع الدول. لاني انا بقى غشيت ضميري مش هرجع. لو غشيت ضميري انما انا ماشي على تربية ابويا. بدي اصنع حقها ورزق شوية كتير. كتير ايه؟ حب الناس. وانا مش عايز حاجة اكتر منها. انا اديتها عمري كله. هي ادتنا اكتر من عمري، حب الناس. انت بقالك كام سنة شغال؟ شغال في المهنة دي وانا عندي 15 سنة. انت عندك 15 سنة؟ يعني 70 سنة. بقالي دلوقتي 66 سنة بشتغل على فكرة. والواحد. شغال اول وانت كنت شغال وانت عندك 5 سنين مع ابويا. مع 5 سنين كنت صالح مع ابويا بالاول لما اتعلمت الصنعة، قعد هو وانا اللي اشتغلت. انت اشتغلت؟ لما بلغت 15 سنة قلت له انا عايز عربية واحدة. لا، يا انت تسرح يا انا اسرح. يا انت تسرح يا انا اسرح. انا اسرح انت اسرح. خدتها وجريت في البلاد كلها. لحد كفر شكر القديم انا روحته. القديم. القديم. رحت لحد 100 غمر. سرحت في شارع 100 غمر، شارع الثلاثيني كان. في احسن شارع. تمام. تبدا بقى يومك ازاي؟ تبدا السيارة بتاعتك ازاي؟ بص، لما بمشي بلد على بلد. اهلا يا حبيبي. ما كان الاول مكنه بجاز كده. ما كانتش انبوبه. تمام. اما المكنه جت وحطها في الارض واتكل على الله. تمام. اشتغل في الحته اللي اقعد فيها. تمام. مطرح ما برسي بشتغل. ما ياخدش معايا شغل جاهز. مكونات بقى العسلية معاك انت بتعملها ازاي؟ نعم؟ العسلية بتعملها ازاي؟ اعملها ازاي؟ ما انا بس قدامك اهو. ايه المكونات بتاعتك؟ انا بحط 2 كيلو سكر على 1.5 كيلو عسل. تمام. بحط 1/2 كيلو ميه. تمام. اسواها بقى بذكاء مخي. تمام. يعني اسواها بذكاء مخي. بس لا سوى معين في دماغي. زي ما بتعرف الناس ده. اعرف الناس سوا انت في دماغي انا. انا شايفين الناس مستنياك عشان تخلص. لا انا هي لها سوا مخطوط. بس انا اعرفه انت ما تعرفوش. بعد بقى ما بتستوي يعني. استويها كده صباع على الرخام. على الرخام. وبعدين شغال على المسمار واحط لها السودان. تمام. ولعلمك كمان يعني لو قعدت جنبي 20 سنه عشان تتعلمها مش تتعلمها. لا. علمتها الناس كتير. علمتها الناس كتير. يعني شوف بقى اللي كان كنت اروح البلد اسافر اعلمه فيه. اعلمه الصح والغلط. وده على كده كله مشكله. تمام. مشيت صح ربنا يكرمك، مشيت غلط برضه ربنا يديك الطاقة 10. لكن البركه مفيش احسن منها. تدي تصنع حقها تاكل عيش. والرزق شويه كتير. رزق شويه كتير. كتير انه حب الناس فيه. كان نفسك تزور بيت الله. وجات من عند ربنا. جات والله. والله جات. والله جات.
وعملت الجواز النهارده اهو. جواز الطاقه انا مش عايز حاجه في الدنيا، هي جت من عند ربنا، ربنا يكرمك. يا سلام. البلد تستوي فينا يعني خلاص؟ وخلي بالك بقى. قلت ولا لسه؟ لسه يا ابني. خلي بالك ايه بقى؟ البيت ده كده بتاع ورثه. بتاع ورثه؟ مش بتاع الواحد. ورثه. عامل اوضه فوق من منافعها. فوق خالص، فوق على السطح. لما الدنيا بتمطر زي اللي في الشارع بتيجي عليا. يعني الهدوم دورت ميه بنام زي بيها. يقول عشان لو مت يبقى في رحمه. واطلب من ربنا ما اموتش الا بكون جري ايدي على ايديا كده، اموت على العربيه ما حدش يشيلني ولا يسامحني. لا ده انا بقول لك يعني وعيالي ربنا يخلي لك. انت حضرتك بقى انت بدات او اتجوزت وانت عندك 16 سنه؟ عندي 17 سنه. 17 سنه؟ بدات مع اخواتك بعدهم ولادك؟ انا اتجوزت كان لي اخ اكبر. اخ اكبر؟ مات ورا ابويا، ربيت عياله تمام وجوزتهم وربيت اخواتي وجوزتهم وجوزت عيالي ومش عايز حاجه بقى في الدنيا. جوزت عيالك واخواتك من العربيه؟ ايه بقى سر 166 عمود اللي انت كنت بتعملهم وانت رايح تاكل شغل؟ مفيش حاجه، انا رايح اكل عيش. بس كنت بتمشي الساعه كام؟ كنت بمشي من الساعه 3 بالليل. 3 بالليل؟ افضل ماشي لما البرد. الطريق كان ضلمه؟ نعم؟ الطريق كان ضلمه وكده يعني؟ مفيش في حاجه، كنت بقفل شغلانه السكه. النهارده لو غمضت تروح، يعني لو غمضت الطريق منطره دي تروح دلوقتي. خدت مني احلى حاجه موته ابني، خدت المنصوره بتاعته ده موته ابني عند كفر منصور، دخلت شيخ دورت في دمه. لا ده انا وعندي كان عندي كنت بتعد العواميد؟ العواميد بتاع النور دي كنت بعدها، كنت بتعدها عشان فاضل لي قد ايه وهمشي قد ايه. يعني انت كنت بتقول ان 166 عمود انا كده وصلت كام شغل؟ نعم؟ كنت 166 عمود دي حد بلد لحد كفر شكر. 156 عمود دي حد كده اقعد بقى اشتغل هنا لحد سنين. اشتغل في سنين وانزل على كفر عالي، اشتغل في سنين وانزل على كفر عالي واجي على كفر ادوار وسيد عامر وكفر منصور. نعم؟ ماشي. واجي من على طريق البحر تمام، اجي هنا العيشه بعد العيشه تمام، اكل بالموجود وانا تمام. بس قلت لي بقى ان كان عندك خمس اولاد توفوا. 8 10 3 وما تخلص. ماجده بقى لسه اشتغل بالله. ماجده ربع ساعه كده. ماجده واسماء ومنى ومحمد ومحمد. محمد مواليد 65 ومحمد مواليد 67. دول ماتوا. طب في منهم توفيل عروسه وواحد تاني عليه؟ اللي ماتوا بقى دول، واللي مات من عندي كبيره ذاتي اللي هي منى ماتت من عندي كانت مخطوبه. محمد او محمد كان الثاني عليه. والباقي صغير كده. ربنا يديك الطول. لا ده ربنا كبير. بدأت كده خلاص بقى. انا مش هزودها عشان تستوي، مش هزودها. هو كل ما تفرش تستوي. تعرف بقى ازاي الناس تستوي بقى؟ نعم؟ تعرف ازاي بقى الناس تستوي؟ ذكاء. بشيل بايده ومن غير ما اشيلها صفر تساوي. يعني من غير ما اشيل منها برضه اوصلها على تساوي. خبره جامده. سنه شغل خبره. 66 سنه يكون المولود اتجوز وعياله اتجوزت وعياله اتجوزت. خبره يا ابني. ربنا يروق بالك يا حبيبي. انا لسه انا قدامي شويه والنبي. تعالى عينيا. هو البيت قريب ولا بعيد؟ مع حضراتكم يعني الناس منتظرة. يعني عم سعيد اللي
بيفضل عمل في الشارع عن انه يعمل حاجة مستخبية، لا بيعملها في الشارع ويقدمها للناس بكل حب. العسلية بتاعت عبد الخير طبعا زي ما قلت لكم المقادير كيلو ونص عسل و2 كيلو سكر، وبيخففهم بالماء بشيء بسيط لضغط السكر. تبدأ بقى بتعمل ايه بقى دلوقتي كده؟ زيت عشان ما تلزقش. تمام عشان ما تلزقش منك اما صبها ما تلزقش. ما تلزقش يعني هتصب على الوجبه دي كده والوجبه الجايه ما تصبرها ما عصهاش. بتصبين على الرصابه دي كده عشان ما تلزقش. انا جاني بركاب العراق يا ابني 1,200,000. جالك بركاب العراق على العسل بتقول لك ايه فيها بقى؟ انا بس لما اشوف يعني برقيه جامده 1,200,000. العسل بتاعتك راحت امريكا وراحت ايطاليا. والله العظيم لفت جميع الدول. طلبوها بالطلب كده. بالطلب؟ لا يعني انا مثلا جاي لك بكره. يعني يجي يقول لي اعمل لي مثلا كذا وهاجي لك بكره. يقوم يجي يلاقي شغله جاهز. اللي بتسافر بره لا يسوى ثاني عندنا. لا شغل عندنا. ازودها على النار. ازودها على النار. ازودها في السوى يعني. ازودها في السوى شويه عشان تقعد. بس بتخلي جسمي يولع بالسخونيه. دي بقى في ناس كتير كانت بتسال يعني ازاي بتقدر تستحمل الحر بتاعها تعود. يعني انا بشيل الوقفه دي سخنه مولعه. ما انا بتكلم ما بعرفش امسك كوبايه الشاي. يعني هل كوبايه الشاي اقوى منها؟ برضه لا ما بعرفش امسكها. يعني دي ده والنبي يا بنتي. من صغري وانا باخد الصوى بتاعها بايدي دي 70 دول. تمام. الختان دول ينحرقوا. يعني الختان دي الاثنين دول ينحرقوا. خمس دقايق. هنا بقى بتاخد اللون بتاع العسليه وكده. نعم. انت لما بتحط عليها نشا وكده؟ طبعا احط عليها. تضيف عليها النشا. نشا. بعد النشا لا ما احطش عليها هقول لك بقى بصبها على فاضي. ولما نلمها اقعد الرخامه نشا. تمام. عشان تبرد. تمام. واشتغلها على المسمار واحط لها. وبعدين تضيف لها السوداني بتاعها. على المسمار. شفتهاش انت امبارح؟ شفتها تمام. احط لها السوداني واحطها في الكيس واشيلها في رجلين. تاخدها على العربيه وارجع اقطعها واحطها في الكيس على نشا. تمام. شفت البنت دي امبارح؟ نعم. البنت اللي جت جت هنا شفتها امبارح؟ شفت البنت اللي ورا دي امبارح؟ بنت ابني. طب ماشي. كده بقى خلاص يعتبر قربت يعني. خلاص. تمام. ما انا ما زودتهاش هنا. ما حطيتش اللي هنا تتأخر. ما قال لها بقى كبر ده. تمام. ايه بقى سر حبك للكبده؟ نعم. سر حبك للكبده. يعني 70 سنة وفيها شقة وتعب ومرمينة وكده. حلو. 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 الناس بتقول عليك يعني عم سيد اللي بيحلوا. بص بقول لك امكانياتات حلوه. امكانياتات حلوه. زي بقى؟
لانك انا مش عايز اشتغل. لا هتشتغلها برضه. ما كنتش عايز تشتغل؟ لا خليته مع ابويا. عشان ازاي بقى؟ مش عايز اشتغل. مش عايز تشتغل؟ اه. هنا وسخه هنا بنت كلب هنا. انا مش عايز اشتغل يعني. تمام. قال لي زمانها يعني. محل ما قال لي نعم؟ لسه شويه. محل بقى ما قال لي الكلام ده تاني اسبوع عيد. مين هياكل اخواتي؟ تمام. طلعت بالعربيه. تمام. زي ما اكون رايح السجن. تمام. يعني لو انا رايح السجن نفس اليوم ده ابقى فرحان على العربية. مش عارف سويتها. وسبيتها على الرخام. من كتر سخونيتها حتة صغيرة كده وقعت في الأرض. حتة صغيرة كده. اه عيل مش حاملها. تمام. وعليها تاريخ السعادة. انت عارف نهار سبوع ابني الكبير؟ نهار سبوع ابني الكبير. اه جبت 27 راس لحمه من عند الحاجه سيد اللي عند المحطه. تمام.